بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. صدق الله العظيم. ما زلنا في عرض تفصيل الإشارة الواردة في سورة الأنبياء حول نبي الله نوح عليه السلام ونجاته هو والمؤمنين من الكرب العظيم وغرق المشركين المكذبين الظالمين. نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، أعلن دعوته في مجتمعات قومه وأندية قومه وأعيادهم كذلك. يعني كان سيدنا نوح عليه السلام بيستغل كل فرصة يمكن أن يكونوا أرق إلى أن يستمعوا آيات الذكر الحكيم، أو أن يستمعوا كذلك إلى ما ينصح به سيدنا نوح عليه السلام القوم ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. قال الله تعالى في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وجد سيدنا نوح عليه السلام من قومه عناد وكبر، وبالذات الملأ من قومه، علية القوم، كبراء القوم، وجهاء القوم، بينما كان المحرومون والضعفاء والمضطهدون أول الناس استجابة لدعوة سيدنا نوح، أول الناس إصغاء لما جاء به سيدنا نوح عليه السلام، لأنه عرفهم بربهم الواحد الأحد العادل الذي سينصرهم على من يظلمونه. بينما كان بقى أهل الغنى والكبراء يطلقون على أولئك الفقراء اسم الأراذل، وما نراك اتبعك، بكلمة سيدنا نوح بيقولوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني دول همل، إحنا في مجتمعنا إحنا ككبار دول همل، نحن لا نستمع إليهم ولا نلقي لهم بالا، فشوف كده يا نوح مين اللي بيتبعك في دعوتك إلا أصاغر الناس. هكذا كانوا الكبراء من قوم نوح يعيبون عليه أتباعه. هؤلاء الأكابر من قوم نوح من عبدة الأوثان، وكانوا شايفين في دعوة سيدنا نوح خطر شديد على نفوذهم ومصالحه، فشنوا حرب ضروس على نبي الله نوح وأتباعه الذين آمنوا برسالته. لكن دعوة نوح عليه السلام دعوة واضحة جلية كنور الشمس. نبي الله نوح لا يسألهم أجرا فلا يتقاضى شيئا على هذه الدعوة، ولا يعنى نبي الله نوح بأي أمر غير التوحيد. التوحيد قضية جميع الأنبياء عليهم السلام، ولا يسألون أقوامهم أجرا على أنهم يدعونهم إلى الطريق المستقيم، إلى عبادة الله الواحد الأحد. سيدنا نوح عليه السلام كان بين قومه، هو معروف أنه أولا هو كان ابتدأ الدعوة منذ شبابه عليه السلام، ومكث يدعوهم 1000 سنة إلى 50 عاما، عمر قرن، قرابة قرن من الزمان. سيدنا نوح بين قومه هو الشاب الرشيد
الحازم الواثق الذي ما عرف الناس فيه إلا أحسن الصفات وأطيب الصفات، وكان ده عامل لقوم نوح عمل لهم نوع من الحرج، لأنه هو مشتهر بين قومه بالعقل وبالرزانة وبالثبات وبقوة الحجة، فبالتالي هو ده سمعته بين قومه، ده عمل لهم إحراج، عمل للملأ من قوم نوح إحراج. ولما لم يجد الملأ في شخصية نوح ما يعيبون عليه، بدأوا يثيروا مجموعة من الشبهات، هم عايزين يلغوشوا على الدعوة بتاعته ويصرفوا الناس عن عبادة الله الواحد الأحد، ويبعدون الناس عن الاعتقاد في هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، لأن مصالحهم بتخالف ده، هوى متبع ومصالح سعيا لحطام الدنيا الفاني. بدأوا بقى لما لقوش في شخصية سيدنا نوح شيء يعيبوه عليه، بدأوا يثيروا بقى مجموعة من الشبهات، منها شبهة بشرية الرسل، فقالوا لسيدنا نوح بعناد البائسين، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. إيه يعني الميزة أن أنت يعني بتكلمنا عن الإله الواحد الأحد وأنت بشر زيك زينا؟ والحقيقة أن سيدنا نوح هم اعتبروا أن دي شبهة بيثيروها ضد دعوة ورسالة نبي الله نوح. ونبي الله نوح لم ينكر ما قالوه، وأقروا كل الإقرار، وقال لهم نعم أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي، وأرسلني الله إليكم لأنكم بشر، ولو كان فيكم ملائكة لأرسل الله إليكم ملكا رسولا. لكن قوم نوح كانوا أهل جدال وجحود وعناد وظل وهوى يتبعونه. بعد ما سيدنا نوح حطم شبهتهم حول بشرية إنه إزاي الرسول اللي يأتينا من رب من رب السماوات إنه يكون بشر زيه زينا، كان لازم يجي لنا رسول من الملائكة، فهو خاطبهم بمنطق إنه هيجيب لكم رسول من جنسكم عشان يقدر يكلمكم ويعبر عما تشعرون، بإنما هيجيب لكم جنس تاني مختلف عنكم، وعالم الملائكة عالم لطيف يعني غيبي وعالم لطيف غيرنا خالص، قوانينه غيرنا، فلما يبعت رسول هيبعته من جنس هؤلاء القوم اللي ربنا بيرسل فيهم الرسول صاحب الرسالة اللي معاه من عند الله سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا نوح يعني خلاص بقى يعني وضح هذه الشبهة، عادوا إلى مجادلة سيدنا نوح، فبدأوا يعيبون أصحابه وينتقصون منهم ويعيرون سيدنا نوح بإن كل اللي ماشيين وراك ومستجيبين دعوتك دول فقراء، وحبوا يعملوها شبهة يصرفوا بها الناس عن اتباع ما جاء به نوح عليه السلام. فقالوا زي ما قال القرآن وعلمنا وحكلنا ما مضى من قصص هؤلاء، لأن فيها عبرة ستظل نافعة لنا إلى يوم الدين. قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. جادلوا سيدنا نوح كثيرا 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 عشان يحطوا من قدره وقدر أصحابه، فقالوا له كذلك كما حكى القرآن الكريم على لسانهم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أنت وأتباعك يعني حتى اللي بيتبعوا دعوتك مش علية القوم، ده الضعفاء المحتاجين اللي مالهمش مكانة في المجتمع. وبالرغم من كل هذه النغمة الغير عادلة والغير منصفة في مسألة الحوار، لأنه تحول من حوار إلى محاولة جدال مستمرة، يعني بالرغم من هذا الجدل الدائر المستمر بين سيدنا نوح عليه السلام وقوم من الملأ الكافرين وما يثيرونه من أمور وشبه عشان يشككوا في دعوة سيدنا نوح وما يعيبونه عليه هو وأتباعه، برغم كل الطريقة دي اللي هي ملهاش منطق، إيه يعني اللي بيتبع الدعوة وبيستجيب لها الضعفاء؟ ده المفترض أن أنتوا
اللي تفكروا بطريقة مختلفة، إنه لأن الضعيف محتاج ولا يجد عدل بين هؤلاء فاتبع الحق، اللي هو صوت بيتكلم عن الحق والعدل. فمش ده عيب تعيبون به على المؤمنين أتباع سيدنا نوح؟ وبعدين برغم من هذا الأسلوب، إلا إن سيدنا نوح لا يعيب أحد، لم يسخر، لم يشتم، هو على الحق عليه السلام حتى في جداله ومحاججته مع قومه، كما هو معلوم وكما هو خلق الأنبياء والصالحين دائما أبدا. أنت لما معاك حق مش محتاج أنك تشتم أو تتطاول، أنت بتتكلم من وجهة نظرك من حق، فأنت بتشتم بتتطاول يبقى أنت ليس أنت خالفك الحق والصواب. ثم بيّن لهم نبي الله نوح عليه السلام بلين وترفق وتلطف في القول عشان يعني يستميل قلوبهم إلى الإيمان، فقال لهم كما حكى القرآن الكريم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فبيأكد سيدنا نوح عليه السلام لقوم إنه على بينة من ربه، وإنه سبحانه وتعالى تفضل عليه واداله رحمة من عنده، فرزقه بهداية خاصة من عنده سبحانه وتعالى وهي النبوة. فإذا خفيت عليكم ما شفتهاش بسبب هوى النفس وتقليد الآباء وعبادة ما كانوا يعبدون من هذه الأصنام وما عكفتم عليه من هذه الضلالات، لو خفيت عليكم رؤية حقائق الإيمان والاهتداء بأنواره والاهتداء بأنوار الإيمان إلى الحق، لأن أكيد الأوثان دي وما أنتم عليه من أفكار مظلمة حجبت عنكم نور الإيمان. فلا يستطيع نبي الله نوح في هذه الحالة مع إصراركم وعنتكم إنه يكرهكم على الإيمان، لأنه لا إكراه في الدين دي منذ أن يعني أرسل الله الرسل والرسالات. الرسول مهمته البلاغ، واللي بيبعث فيهم بيعرض عليهم الدعوة، فإما يؤمنون ويتبعوا وإما يخالفوها، والحساب عند الله سبحانه وتعالى. واللهم إن كانت بعض الأمم التي مر بها عذاب الاستئصال لأنهم طلبوا يشوفوا هذا العذاب ولأنهم طلبوا آيات معينة، فلما جاءتهم هذه الآيات البينات والمعجزات كذبوا بها فأخذهم الله بعذاب الاستئصال. لكن الأصل أنه في جميع مهمة الرسل في جميع الرسالات البلاغ عن الله سبحانه وتعالى والبيان فقط. عشان كده قال لهم أنا مش هألزمكم بهذه الدعوة طالما أنت مصمم على ما أنت عليه. وأوضح سيدنا نوح عليه السلام بأنه أنتوا بتعيبوا على أن الأتباع اللي معايا أهل فقر وأهل احتياج، بس أنا ما أقدرش أن أنا أطرد المؤمنين دول اللي دخلوا في رحمة الله سبحانه وتعالى، مش هقدر أطردهم عشان أنتوا شايفين أنهم فقراء وضعفاء، لا أستطيع ذلك أن أطردهم لأنهم فقراء وضعفاء في نظركم. وكان رد سيدنا نوح حاسم وحازم، قال تعالى حكاية على لسان نبيه نوح، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ للأسف إنه لم يترك قوم نوح قولا لجدال إلا وواجهوه به وجادلوه، أكثروا جداله. لو هم اللي بيقولوا له أنت يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لا، هم اللي كانوا كل ما بيثيروا مسألة أو شبهة أو غلوطة معينة ويرد عليهم سيدنا نوح، فبالتالي كانوا بيهزموا فيقولوا لا أنت اللي جدلتنا، والحق أنهم هم من أثاروا هذا الجدل. وكان في كل مرة بيرد عليهم ببرهان ساطع يفند كل ما يثيرونه حتى لم يبقى لديهم ما يجادلون به. فلما انتهت بقى كل العلل اللي عاملين يثيروها، فماذا يعني يفعلون بعد كل هذا الجدال العقيم الذي قاموا به مع نبي الله نوح عليه السلام؟ بدأوا بقى
رحلة التطاول على سيدنا نوح عليه السلام، وبدأوا يتطاولوا ويشتموه، وده أسلوب السفهاء الحمقى والدهماء وأهل الضلالة. لأن زي ما قلت لحضراتكم، الإنسان اللي عنده حجة قوية وحق لا يحتاج إلى سب أو شتم، إنما يلجأ لهذا ضعيف العلم واهي الحجة واهي البرهان لين الدليل. أنا لما معايا الحق مش محتاج أن أشتم ولا أسب ولا أتطاول ولا أختلق الأكاذيب عشان أروج لشيء معين. لا، أنت معاك الحق واضح وحجتك واضحة، خلاص ليه بتشتم؟ ليه بتتطاول؟ ليه بتفتئت؟ هكذا كانوا يصنعون. لما أعيتهم الحجة بدأوا يتطاولون على نبي الله نوح، وهكذا صنع الملأ من قوم نوح حينما لم يجدوا ما يعيبونه به. ولما أبطل سيدنا نوح عليه السلام جميع ما أثروه من شبه، تطاولوا عليه بالسب. قال الله تعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فرد عليهم نبي الله نوح بقوة وحجة، وحجة كلها وقار وأدب رفيع، هو أدب الأنبياء الكرام عليهم السلام. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.